السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم احسن ما يرام. اليوم جيت معكم باش نوريكم الطريقه ديال الري بالبلدي، يعني بالنسبه لشهر رمضان غنبغيو شي حاجه اللي تتبرد علينا. عندي هنايا طرو ديال الحليب مع 3 معالق ديال السكر سنيده، واحد شاصي ديال الفاني، ودانون طبيعي انا درتو بدون سكر. هنا غنشد الحليب غنخلطو مع السكر وغنديرو على نار مهيله، ماشي يغلى بزاف وماشي دافي. نحطو هنايا على نار مهيله ونخلط. نخلي الحليب هنايا وغندوز الحليب الاخر اللي بقى لينا اللي قسمته، غنديرو هنايا في الكاس ديال العصير. مبغاش نستعمل الكبيره لان عندي غير مقادير قلال. غندير معاه دانون صافي، هو تخلط معانا دابا وغنستناو على الحليب حتى يسخن مزيان، وديك الساعه غنبدا. صافي دابا ملي دفى لينا الحليب شويه، يعني ما بقاش سخون كيف الحليب من فوق البوطه، غنزيد نخلط عليه الخليط ديال الجوغور مع الحليب والفاني. خلط مزيان، ونحاول نصفيه بالصفايه ونكبو. صافي دابا راني جبت الصفايه هاهي هنايا، صافي كلشي وجد عندي. دابا هنايا عندي هنايا درت 5 كويسه، درتهم في واحد الصينيه ودرت فيها هاد السربيته هكا باش فين غنكب الريب. صافي بعد ما كملنا هادو غنحاول ندير عليهم طابيل ديال الزبلة هاكا باش ميطلقش ديك الميكا ديالو، وغنغطيه بالميكا و
غنديرو في الفرن. انا اصلا عندي الفرن كان سخون عليه ودابا ولا دافي، غنغطيه هكا وغنحطهم في الفرن دافي لان الجو شويه بارد، ونخليهم واحد تقريبا ليله كامله ولا سبعه السوايع ولا ثمانيه السوايع باش ملي غادي يخرجوا غندخلهم في الثلاجه يبردوا ونوريهم التقديم. خير عليكم البنات، دابا بعد ما بيتنا الريب ليله كامله انا كنسخنت، كان عندي الفرن اصليا سخون وحطيت الصينيه في الفران يعني شويه دافي، ها هو باغا ندخلو الثلاجة. بقى ما دخلش الثلاجة، ملي خرجت من الفران دابا غندخلو الثلاجة يبرد سنوريكم التقديم النهائي. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الريب. شوفوا انا هذا زوقته بشويه لاكريم شونتي وشي لعيبات هكا كانوا عندي ديال ديكوراسيون ديال كاب كيك، يعني ممكن تذوقوهم باش ما بغيتو نتوما اخرات بغيتو تخليهم هكا بحال هكا. ونعزت هاد الكويسات يعني جاو تيشبهوا بحال الكاس ديال محمد مول الحانوت. هو تبارك الله الريب زوين ديال الدار، اقتصادي وحاجه ديال اليد. وتبارك الله عليكم والى وصفه قادمه، وتنتمنى اللي عجبكم الفيديو تخلي تعليق زوين بحالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.